كان على مستوى جوندوجان، هنروح على مستوى البريمير ليج وسون طبعا نجم توتنهام اللي رفض يمكن عروض مغريه جدا في السعوديه. اعترف النجم يعني سون نجم توتنهام الكوري طبعا الجنوبي برفض عرض ضخم جدا من احد الانديه السعوديه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. قال ايه سون في المؤتمر الصحفي ضمن الجوله التحضيريه لتوتنهام؟ قال اذا اردت الذهاب الى هناك ما بين قوسين طبعا السعوديه فلن اكون هنا في البري سيزون او في الجوله التحضيريه. اضاف طبعا كمان ان هو احب كره القدم ومن الواضح ان المال مهم لكني حلمت باللعب في البريمير ليج، وقال ان معظم الناس بيتجهون الان الى السعوديه وهو امر مثير حقا، لكن الدوري الانجليزي لا يزال حلما بالنسبه لي، لذا اتطلع للموسم الجديد. سون اعترف ان اللعب في السعوديه طبعا فكره مغريه جدا، لكنه اكد التزامه تجاه توتنهام وانه لا ينوي السفر والمغادره من انجلترا. جدير بالذكر طبعا ان سون زي ما حضراتكم عارفين انضم لفريق توتنهام في موسم 2015 او في سنه 2015، وعلى مدار الثمان سنين اللي فاتت اشترك في 372 مباراه بقميص توتنهام، سجل من خلالها 145 هدف. طيب ده كان على مستوى سون وان هو يعني مصمم في البقاء رغم العرض المغري الكبير من احد الانديه السعوديه، لكن هو يبقى في توتنهام. كمان تحضيرات